سيداتي أنساتي سادتي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أجواء البطولة الإيطالية في سادس مواعيدها، وهذه المباراة التي يحتضنها استاد دينو مانوتسي بين المستضيف سبيزيا والضيف يوفنتوس. اليوفي الموجوع أوروبيا بفان نادي برشلونة في تورينو بالذات يعيش أصعب الأوقات ومطالب بالتدارك إيطاليا، وهو الذي يحتل مشاهدينا الكرام المركز السادس في الترتيب العام برصيد 9 نقاط بعيدا عن المتصدر نادي الميلان حاليا ب7 نقاط بعد انتصار ميلان في اوديني امام اوديني. والمنافس المستضيف سبيزيا متواجد في المركز الخامس على المرمى على حساب تشيسني المساهم. أدينيزي روما لم يحظى الى حد الان بشرف ديبالا لموراتا، وموراتا تسويبة الاسباني بجانب الحارس بروفيدال اسيفيز والبرازيل الاخر دييغو فارياس. اللقطة تهرب الكرة ديبالا فيها جول غريبة قبل اليوفي القميص رقم 5 هذا كوادرادو غريبة وعجيبة باولو ديبالا عيون ريال مدريد بالكرة وكرة جول كرة جول شو هذا؟ شنو هذا؟ وينستون ماكيني الامريكي ابداع ما بعده ابداع، كان بامكان وينستون ماكيني تسجيل الهدف لوحده. والقرار سياتي الان مشاهدينا الكرام، هل هنالك تسلل موراتا؟ لحظات من الانتظارات باسعد الاوقات لمن ستكون حكم المباراة روزاريو ابيسو امامنا 35 عام. موراتا الدوري الاسباني في غياب كريستيانو رونالدو بداعي جائحة كورونا، ويعتبر الان مشاهدينا الكرام فيدريكو كييزا لم يكن متسلل وباستانو يكسب ضربة مرمى. باستانيلو كمدافع ايسر نظرا لاصابة الكساندر. لا 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 اليوم استعراض شو الامريكي ماكيني ومرة اخرى حاول لتعديل النتيجة. كرة صعبة في القائم الثاني تعود الكرة للجهة الثاني موراتا جول موراتا، لكن هنالك راية قبل ذلك. طبعا لما نحكي مشاهدينا الكرام جان لويجي بوفان 42 عام سبيزا وهذا فارياس دييغو فارياس البرازيلي عكسية ويرجع جيجي كرية الاختراق يوزع. بعد سنين ريال مدريد فيدريكو كييزا انسولا والكورة بارتولومي جول هدف التعادل مشاهدينا الكرام. بوبيجا يكسب المعركة ويعدل لفريق اسبيزيا في الدقيقة 32 يتمكن المستضيف فريق اسبيزيا من تعديل النتيجة عبر بوبيجا أمامنا 21 عام تومازو بوبيجا في أول موسم ليه مع اسبيزيا كان يلعب لبوردينوني. هذه هي الفرصة الكبيرة قام بها بارتولومي في التمهيد وجيجي بوفون يضيع. فيردي اللي كان أمام الكورة له بتغني الميني 12 نقطة من 6 مباريات على بعد 4 نقاط في انتظار دخوله في الشوط الثاني. امبالانزولا يتدخل بقوة لليوناردو بونوتشي فيها جول غريبة. ماكيني هو اللي يدخل للشباك والكرة خارج الشباك. الأول بتعادل إيجابي 1-1 والحكم تسجيل لليوفي فوبيجا في التعديل لفريق سبيسيا. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية في انتظار ضربة الشوط الثاني. أعود الآن للزميل محمد سعدون الكوعري. Va bene, va bene.
شكرا للزميل رؤوف بن خليف. شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين سبيتزيا ويوفنتوس الذي تقدم أولا. باستوني محور الدفاع للألماني الشبات وتيرزي كيزا يوزع وينزولا الكولومبي يوزع والرك كل العمليات الهجومية تمر عبر أرتور يدخل منطقة الجزاء يوزع أثر وإمكانية بارتولومي التصويب بعيد من بارتولومي إذا سلفادور فيرير يوزع بالقائم الثاني الكولومبي ماكيني ديبالا للأمانة لا أشاطر أندريا بيرلو رونالدو جول رونالدو جول رونالدو 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 هو الدون رونالدو لما يأتي رونالدو بمثابة وصول الأمتار على الأراضي من أجل الاستمتاع أندريا بيرلو التجأ إلى كريستيانو رونالدو هذا رونالدو ما بعد الكورونا بأهدافه المضمونة انطلاقة إسبانية واللمسة والمراوغة برتغالية والأسبقية للصيد العجوز تتكلم من جديد بلغة الفوز هذا عمره 35 عام هذا عمر الأمريكي بهذه الأوقات وصول لأرن رامسي رونالدو كرة بعيدة لرونالدو اللي كرة من ريتشي طويلة بالراس والهدف هدف ملغى للراية بيو وين الجول وين الجول يا رابيو رابيو جول رابيو 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 بونو بونو رابيو يراوغ الكل ويضع الثلاثية لليوفي في هذه الأوقات الكروية 3-1 يا الشباب سبيسيا الآن بكل العذاب شوف هذه الفنيات الفرنسية لرابيو يراوغ بسهولة تيرزي يغارد الحارس بروفيدال ويأتي ثالث أهداف اليوفي قلنا الفيكا سينيورا السيدة العجوز لا تريد الآن ويمشي رونالدو شنو هذا شنو هذا رونالدو على طريقة بانينكا على طريقة التشيكو So back underway, and it's Barcelona holding the advantage.